FM. الكلمة ليك. تنبيه هام، هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية. جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بإعدادها ثلة من إطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة، وكل تشابه بينها بين الواقع فرامي مش بالعادي. قال مراسلنا أشرف العطروس أنه صباح البطل الأولمبي أسامة الملولي تعرض صباح اليوم لاعتداء غاشم ببالا في شارع الحبيب بورقيبة، مما استوجب نقله على جناح السرعة لمستشفى الرابطة. وحسب مراسلنا فأنه مشادة كلامية انطلقت على الفيسبوك بين أسامة الملولي وسمير الوافي انتهت بلقائهما في شارع الحبيب بورقيبة، وتطورت المشادة بالقرب من بناية جديدة وجد بها الوافي بالا اعتدى بها على الملولي. على أثر تصريح أمينة في من في قناة التاسعة الذي قالت فيه أن سفير فرنسا تدخل لدى النيابة الخصوصية بسيدي بوسعيد قصد حمايتها، قال الأمير الإماراتي خليفة بن زايد أنه ينصح الفرنسيين بالابتعاد على المجال التونسي لأنه يعتبر مجال نفوذ إماراتي، وأنه لن يسمح بالتدخل الفرنسي في مصالح بلده الداخلية أو الخارجية، وسيرد الطاع طاعين. في تصريح حصري وخطير لمراسلنا أشرف العطروس نفى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن يكون لابنه أي تدخل في الحكم وشؤون الحزب، وأن زيارة المتعدة للقصر الرئاسي هي فقط بهدف اللعب مع الناقة كاميليا التي تم إهدائها له السنة الفارتة، مؤكدا أنه بفضل عناية ابنه بالناقة زادت مردودية إنتاج الناقة من الحليب مما يمكننا من الاستغناء على استيراد هذه المادة. قالت الشيخة موزة في حوار حصري مع وكالة رامي للأنباء أن قطر مستعدة لمساعدة تونس ولكن بشروط، ووضحت موزة أن شروط قطر تتمثل في تفويت الدولة التونسية لستيغ وجزيرة تجربة لدولة قطر مقابل تعهد قطر بإنجاز مشاريع استثمارية ضخمة في الجنوب التونسي من شأنها تشغيل 10 عاطلين عن العمل. تمكنت اليوم فرقة مقاومة الإجرام بالجرجاني من إلقاء القبض على امرأة تحمل مجموعة من المجوهرات المسروقة تعود للإعلامية إنصاف اليحيوي، وحسب ما أفادت به الأبحاث فإن الامرأة قامت باقتناء المجوهرات من مع مجموعة من السلع الأخرى تتمثل في مواد تجميل وعلب شوكولاتة أجنبية من عند أحد أعوان مطار تونس قرطاج. وفي محاولة من الاتصال بممثل عن نقابة سراق المطار تعرض مراسلنا أشرف العطروس لسرقة معدات التصوير وآلة تسجيل الصوت وبطاقة التعريف. وختاما إلى الأخبار الدولية، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أن الاتفاق النووي الذي أمضته تونس مع جمهورية روسيا الاتحادية أهدافه سلمية ليس كما تروج له عديد الدول المعادية لتونس، وأن تهديدات جمهورية بوركينا فاسو لن تثنينا عن حقنا في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية. كاب اف ام الكلمة ليك.